السلام عليكم يا شباب. السكشن ده ان شاء الله هنحل فيه اخر شيت في الالكترونيكس، تمام؟ شيت فور دوت بيتكلم عن الباس ترانزستور، تحطوه في المحاضرة، وعلى ال ترانسميشن جيتس، وعلى الديناميك لوجيك، وعلى الاسرام. يعني هو في حاجات كتير اوي هنحلها في السكشن ده. انتوا بس يعني ايه، رجاء قبل ما تتفرجوا على السكشن شوفوا المحاضرة والحاجات اللي انتوا حطوها فيها، عشان انا يعني انا في السكشن هحل على طول مش هنشرح. طيب، هو بيقول لي هنا في اول مسألة بيقول لي implement the function، مديني الفانكشن ديت، بيقول لي in NMOS bus logic، بيقول لي repeat for CMOS transmission gate logic، وبعدين بيقول لي ازاي ال implementation اللي انا عملته هيختلف لو انا استخدمت resistor. طيب خلينا اول حاجه نفتكر ايه هو الباس لوجيك وايه هو الترانسميشن جيت لوجيك. انتوا دلوقتي خدتوا الباس لوجيك، لو انا عايزه امرر سيجنال بستخدم 1 ترانزستور. احنا قبل كده يعني الشتات اللي احنا اتكلمنا فيها قبل كده كنا بنتكلم فيها عن سي موس ترانزستور، اللي هو كان لو انا عايزه امبلمنت اي فانكشن كنت بعمل بول داون نتورك وبول اب نتورك. يعني كنت بعمل سيركت من الان موس وسيركت من البي موس، ويبقى امبلمنت بيهم السيركت اللي انا عايزه التوتال فانكشن، تمام؟ الباس ترانزستور دوت فكرته ايه؟ ان انا بستخدم ترانزستور واحد بس. يعني خلينا مثلا نفرض ايه الجزء اللي تحت ده، الباس لوجيك دوت او الباس ان موس ميزته ان انا بستخدم ترانزستور واحد بس عشان امرر الفاليو اللي انا عايزها. ممكن استخدم ترانزستور، ممكن استخدم تو ترانزستورز، المهم ان هما عددهم بيبقى اقل من السي موس. بس مشكلة ال NMOS باس لوجيك دوت ان هو مش بيمرر لي ال VDD زي ما انتوا خدتوا يعني في المحاضرة. ان انا لو انا حاطط هنا VDD وعايز اشوف ال output اللي هنا، لو دوت بقى بواحد هلاقي ان اللي بيعدي هنا مش VDD، بيجيلي VDD minus V threshold. ليه؟ لان لو انا حاطط هنا VDD عشان ده يعدي لازم الترانزستور ده يكون on، فعشان يكون on لازم VGS تكون اكبر من في ثريشولد، فبالتالي لازم الاقي ان البوينت ديت قلت عن الـ عن البي، قلت عن الجيت بفي ثريشولد. فمشكله الباس لوجيك دوت ان هو ما بيعدليش الفي دي دي، يعني بيخلي لي هنا في دي دي ماينس في ثريشولد. فعشان كده رحنا لحاجه تانية اللي هي الترانسميشن جيت. الترانسميشن جيت دي زي ما هناخد بعد كده، بحط ان موس بارلل مع بي موس، والسلكشن لاين دوت مثلا هنا بي بيبقى الناحية التانية بي بار، بحيث ان لو انا هنا مررت بحيث ان لو انا عايزة امرر ايه سواء كان زيرو او ون، هلاقي ان الان موس بيمرر لي الزيرو فولت والبي موس بيمرر لي الون فولت، تمام؟ طيب ده كده يعني ايه باختصار الان موس باس لوجيك. طيب دلوقتي انتوا خدتوا في المحاضرة ان لو انا عايزة امبلمنت فانكشن، الفانكشن ديت اند جيت عباره من ايه، عباره عن ايه اندد مع بي، باين بنتها بالشكل دوت. الشكل دوت بيقول ايه دلوقتي، هي الاند جيت هتمرر لي لو انبوت منهم بزيرو الفانكشن هتبقى بزيرو بغض النظر عن الانبوت التاني، تمام؟ طب فلو الانبوت منهم بزيرو، مثلا خلينا نعتبر ان البي ديت هي السلكشن لاين بتاعي، فلو البي ديت بزيرو يبقى انا عارف ان الفانكشن ديت هتبقى بزيرو بغض النظر عن قيمه ايه. فعشان كده انا عملت لها امبلمنتيشن بالشكل ده، لو البي بزيرو فخليت هنا بي بار عشان يبقى الترانزستور دوت اون، فلما يبقى عندي البي بزيرو هيبقى الترانزستور ده اون وهيباص زيرو بغض النظر عن قيمه ايه، تمام؟ طيب الجزء الثاني من الفانكشن ان لو البي دوت ب1 هيباص قيمه ايه، لو الاي ديت ب1 هتبقى الفانكشن ب1، لو الاي ديت بزيرو هتبقى الفانكشن بزيرو. فبالتالي عملنا باص تاني، الباص التاني دوت داخل له سلكشن لاين بي، على حسب السلكشن لاين بي دوت بيعدي قيمه ايه او لا. لو البي دوت بواحد هنلاقي ان هو بيعدي قيمه ايه، وعلى حسب بقى هنا ايه ب1 او ايه بزيرو الفانكشن هتتغير، تمام؟ ولو البي بزيرو زي ما قلنا ايه، هنلاقي ان دوت بقى اوف وان الترانزستور ده هو اللي بقى اون وعدالي زيرو، تمام؟ بغض النظر عن قيمه ايه. ده كده الفانكشن دي بت implement ال AND، تمام؟ طب لو انا عايزه implement ال OR، هي ال OR ايه الفرق بينها وبين ال AND؟ ان لو input بواحد بغض النظر عن ال input التاني
الفانكشن هتبقى قيمتها بواحد، تمام؟ فانا عملت ترانزستور، الترانزستور دوت السلكشن لاين بتاعه بي، وال الدرين بتاعه حطيت عليه 1. ده بيعمل ايه؟ لو البي ب 1 بغض النظر عن الانبوت هيبوظ قيمه واحد، تمام؟ طب لو البي ب 0، لو البي ب 0 على حسب بقى يعني هيبوظ ايه. لو ايه ب 0 هيبوظ 0، لو ايه ب 1 هيبوظ 1، تمام؟ فلو البي ب 0 فحطيت هنا بي بار عشان يبقى انا عملت تيرن اون الترانزستور، لو البي ب 0 هيبقى الترانزستور دوت هيبقى اون وهيبوظ قيمه ايه، تمام؟ طيب يبقى دي كده الفانكشن بتاعت الاند، ودي الفانكشن بتاعت الاور. احنا من التو فانكشن ديت هنمبلمنت الفانكشن ديت. طيب اول حاجه لما باجي بامبلمنت فانكشن باستخدام ان موس باس لوجيك، بخلي الاكسبريشن بتاع الاوتبوت دوت عباره عن اند ستيجز، يعني كان اند كده، كان فانكشن معينه اندد مع فانكشن معينه وهكذا، تمام؟ ده هيسهل لي الامبلمنتيشن. خلينا مثلا يعني نفرض ان بدل الاي ديت كان عندي فانكشن تانية، اي مكان الامبلمنتيشن بتاع الفانكشن ديت هنسميه اف 1. فلو انا عايزه امبلمنت حاجه اف 1 مثلا اندد مع بي، ايه اللي هيفرق هنا؟ هيفرق بس ان انا بشيل الاي ديت وبحط الامبلمنتيشن بتاع الاف 1 دوت هنا، تمام؟ يبقى انا بعمل ايه؟ فلو انا عندي كذا حاجه اندد فبعمل ايه؟ بامبلمنت مثلا اول اكسبريشن، وبعدين لما اجي اعمل بقى اند مع حاجه تانية بزود يعني ستيج زي الستيج ديت. الستيج ديت بتعمل ايه؟ بتعدي البريفيوس فاليو على حسب السلكشن لاين. لو كان السلكشن لاين دوت كان بواحد بتعدي البريفيوس فاليو، تمام؟ لو السلكشن لاين دوت كان بزيرو اللي بيحصل بتبلوك الفانكشن، يعني بتعدي زيرو، تمام؟ طب يبقى انا دلوقتي لو انا عندي كذا حاجه اندد مع حاجه بامبلمنتها بالشكل دوت، بامبلمنت اول جزء وبعدين بعديه على الشكل دوت، وبعدين لو اندد مع حاجه تاني بمسك ده كده وبامبلمنت الشكل زي دوت هنا، تمام؟ على حسب برضه سلكشن لاين. طب خلينا نفرض مثلا ان بدل بي ديت كان عندي سلكشن لاين بي بلس سي، يعني كان عندي الاف بتساوي ايه اندد مع بي بلس سي، ايه اللي هيفرق؟ اللي هيفرق دلوقتي ان انا بعدي ايه امتى؟ بعدي ايه امتى؟ لو كان سي او بي بواحد، لو كانت اي واحدة منهم بواحد بعدي الايه، فساعتها هيبقى سلكشن لاين عبارة عن تو ترانزستور ان بارلل. لو كان بي او سي اي واحد منهم بواحد هيعدي قيمة ايه، تمام؟ لو كان اي واحد منهم بواحد هيعدي قيمة ايه. طب امتى هعدي زيرو؟ لو كان الاتنين بزيرو، تمام؟ لو كان الاتنين بزيرو بغض النظر عن قيمة ايه هعدي قيمة زيرو. فلو كان الاتنين بزيرو هعدي زيرو. يبقى هامبلمنت يعني الجملة دي ازاي؟ انا بقول ايه؟ لو الاتنين بزيرو هعدي زيرو، يبقى لازم الاتنين يكونوا ايه اندد مع بعض، عشان لازم كده الاتنين يكونوا بزيرو، فلازم يبقى عندي ايه تو ترانزستورز اندد مع بعض، فمعنى ان هما اندد ان هما ان سيريز، لازم ده يتحقق ولازم ده يتحقق. طب انا بقول ايه؟ لازم ده يكون بزيرو، لازم البي تكون بزيرو والسي تكون بزيرو، فعشان الترانزستور دول يترنوا اون لما السلكشن لاين تكون بزيرو يبقى لازم احط هنا سي بار واحط هنا بي بار، تمام؟ فلو انت بقى سي بزيرو وبي بزيرو هلاقي ان الترانزستور ده بقى اون وده بقى اون وعدالي هنا زيرو، تمام كده؟ طيب خلينا بقى نطبق الكلام دوت على الفانكشن ديت. انا قلت الفانكشن دي انا عايزه اقسمها انها تكون هو سمول فانكشنز اندد مع بعض، تمام؟ وامبلمنت الفانكشن ديت. فانا هاخد بار، هعمل بار للطرفين، تمام؟ فهتبقى الفانكشن بالشكل ده، هيبقى عندي ان واي بار بتساوي ايه بار بلس بي بار. طبعا ايه احنا عملناها قبل كده، بس يعني افكركم احنا دلوقتي لما باخد بار للطرفين الاند بتتقلب اور، والاور بتتقلب اند، والسيجنال اللي عليها بار بتبقى بتتشال منها البار، والسيجنال اللي بار يعني بنعكسها، تمام؟ فيبقى عندي هنا دي كانت ايه اندد مع بي بار، فبقى هنا بقى عندي ايه بار اور مع بي، تمام؟
والاند الاور ديت هتبقى هنا اند تمام، والاكسبريشن ده كده كله شلت من عليه البار تمام. فبقى كده طيب احنا عايزين امبلمنت الشكل ده، هيبقى عندي ايه؟ حاجه اندد مع حاجه اندد مع حاجه تمام كده. طب فامبلمنت اول جزء، اول جزء ده بيقول لي ايه؟ بيقول لي ايه بار اور مع بي. امبلمنت الجزء ده ازاي؟ زي ده كده، مش احنا قلنا ان الفانكشن ديت بتعمل اور؟ ايه الفرق بس هنا؟ ان انا بدل ما كنت بعدي هنا الاي هعدي الاي بار تمام. في اول جزء هي دي الفانكشن بتاعته تمام، ده اللي هو ده تمام كده. طب يبقى الفانكشن ديت بتعمل ايه؟ اي بار بلس بي تمام كده. طيب هعمل الجزء دوت ايه؟ اندد مع سي. احنا قلنا لما اجي بعمل اندد لفانكشن معينه، الفانكشن ديت هسميها الفانكشن دي مثلا هي اف 1، هعملها اندد مع بي. احنا قلنا بنعمل ايه؟ بنعمل الشكل دوت، بعدي الاف 1 ديت على ترانزستور سلكشن لاين بتاعه بي، عشان لما يبقى البي بواحد بيعدي قيمه الفانكشن ديت على حسب بقى قيمه الفانكشن دي 0 او 1، ولما البي دوت بيكون بزيرو بيعمل بلوك للفانكشن بيعدي زيرو. يبقى انا هعمل الكلام دوت هنا، هعدي الفانكشن ديت على ترانزستور السلكشن لاين بتاعه سي تمام، وهعدي برضو احط زيرو على ترانزستور تاني السلكشن لاين بتاعه سي بار. يبقى انا الفانكشن اللي هنا ديت هي عباره عن ايه؟ عباره عن اف اندد مع سي تمام، بحيث لو سي بواحد هيمرر لي قيمه الفانكشن، لو سي بزيرو هيبلوك الفانكشن، لو سي بزيرو خلاص يبقى دوت الباص دوت كانه اوبن تمام، والباص دوت كانه كلوزد، فهيعدي لي هنا قيمه الزيرو تمام. طيب بعدين هعمل الكلام ده كده كله اندد مع دي بلس اي. طب دلوقتي كان السليكشن لاين بقى عندي ايه؟ هنا عندي سليكشن تو سيجنال لاينز، هنا كان السليكشن في الكيس ديت كان 1 سيجنال لاين اللي هو سي تمام، هنا 2 سيجنال لاينز اللي هو دي واي، كانها حاجه زي كده. فانا هعدي قيمه الفانكشن بس امتى؟ لما دي او اي اي واحده منهم تكون بواحد، فبالتالي السليكشن لاين عندي هيبقى 2 ترانزستور ان بارلل، اي واحد منهم بواحد هيعدي لي قيمه الفانكشن تمام. طيب وهبلوك الفانكشن ديت امتى؟ لما الاثنين يكونوا بزيرو، لما السليكشن لاين دوت امتى السليكشن لاين ده كله يكون بزيرو؟ لما دي تكون بزيرو وايه تكون بزيرو، فيبقى عندي 2 ترانزستور ان سيريز السليكشن لاين بتاعهم هنا دي بار واي بار. دي معناها ايه؟ معناها ان لما دي تكون بزيرو الترانزستور ده يكون اون، لما الاي تكون بزيرو الترانزستور ده يكون اون، فيبقى الباص دوت انقفل ويعدي لي هنا زيرو تمام كده. طيب يبقى انا كده عملت امبلمنتيشن لايه؟ للفانكشن ديت. الفانكشن ديت اللي هي ايه؟ اللي هي واي بار. انا بالفعل كنت عايزه امبلمنت واي، فعشان كده هعدي الفانكشن ديت على انفرتر، الانفرتر ده هيجيب لي قيمه واي تمام. طب يبقى لما يقول لك بوجه عام انا عايزه امبلمنت اي فانكشن باستخدام الان موس باس لوجيك، ده كل اللي انت تبقى فاهمه ان انا امبلمنت ازاي الاند وامبلمنت ازاي الاور، ومنها تقدر تمبلمنت اي فانكشن. احنا قلنا بنعمل ايه؟ ان انا بحول الاكسبريشن ان هو اند جيتس، يعني حاجه اندد مع حاجه اندد مع حاجه، وبعدين بامبلمنت كل واحده يعني ايه كل ستيج، وبعدين الثانيه ان سيريز معاها، وبعدين الثانيه الثالثه ان سيريز مع الاثنين اللي قبليها وهكذا تمام. واما اما بعدي الفانكشن او ببلوكها على حسب السلكشن لاين. السلكشن لاين ده اما يكون سنجل انبوت زي بي كده، او يكون اكتر من انبوت زي هنا زي بي وسي تمام. طيب كان تاني جزء في المساله بيقول لي ريبيت فور سي موس ترانسميشن جيت، يعني بدل ما انا هعمل ان موس باس لوجيك جيت هعمل ترانسميشن جيت. الترانسميشن جيت الفرق بس ان انا بشيل الترانزستور ده وبحط بداله 2 ترانزستورز، كل ترانزستور من هنا بشيله تمام، ونحط بداله 2 ترانزستور، 2 دوت واحد ان موس وواحد بي موس. السلكشن لاين هنا بيبقى لو هنا مثلا سي بدخل هنا سي بار انبوت بار تمام، بحيث الترانسميشن جيت ديت بتعمل ايه؟ احنا قلنا ان لو انا عندي هنا في دي دي الباص لوجيك بيعدي لي هنا في دي دي ماينس في ثريشولد تمام. ميزه الترانسميشن جيت انها بتعدي لي لو هنا زيرو هتعدي لي هنا زيرو فولت، ولو هنا كان في دي دي
لو هنا كان في دي دي اللي هيشتغل هو البي موس ويعدي لي هنا في دي دي برضو. تمام. يعني ميزه الترانسميشن جيت ان ما بيبقاش فيه فولتج دروب زي الباس لوجيك. طيب بيقول لي اخر حاجه في السؤال الامبلمنتيشن هيتغير ازاي لو كان ممكن استخدم ريزيستورز. طب خلينا نشوف الاكسبريشن خلينا نشوف الفانكشن هي بالشكل ده. لو انا ممكن ان انا استخدم ريزيستنس ممكن اشيل انهي ترانزستور واحط بداله ريزيستنس. هنلاقي ترانزستورز اللي هي واصله ب1 فولت او ب0 فولت. ليه بقى؟ ممكن نخليها مثلا ايه نشيل دوت تمام ونحط بداله هنا ريزيستنس. تمام. الريزيستنس دي واصله بالفي دي دي. طيب هنلاقي ايه؟ انا خلاص كاني شلت الترانزستور ده. هنلاقي ان لو البي ديت كانت بزيرو الترانزستور ده بقى اون وهيعدي هنا قيمه الاي الاي بار. تمام. طب طب لو البي دوت كان بواحد الترانزستور ده هيبقى اوف وكاني موصله النوت ديت بريزيستنس على الفي دي دي فكان النقطه ديت بقت بفي دي دي. برضه نفس الحوار هنا هوصل البوينت ديت بريزيستنس على الجراوند. فلو عندي سي بواحد الفانكشن اللي هنا هتمر. تمام. طب لو السي بزيرو كان الباص دوت انقفل وبقى عندي هنا الريزيستنس ديت واصله بالجراوند فهتوصل لي البوينت ديت لزيرو. تمام. وبرضه هنا نفس الحوار. فاحنا هنلاقي لو انا عندي ممكن استخدم ريزيستنس يبقى الترانزستور ده هشيله واحط بداله ريزيستنس واوصل هنا بالفي دي دي. الترانزستور ده برضه هشيله واحط بداله ريزيستنس واوصله بالجراوند. تمام كده. طيب تاني سؤال عندنا بيقول لي ان لو الاوتبوت انفرتر اوف سي موس ترانسميشن جيت يعني اخر انفرتر دوت كان عنده انبوت كاباسيتنس مقدارها 1 بيكو فارد بيقول لي عايز نبين الترانزستور سايزنج يعني نختار السايزنج بتاع الترانزستور. تمام. لو كانت الكلوك ب 50 ميجا هرتز. طيب يعني هو دلوقتي بيقول لي ايه؟ ان لو الانفرتر ده ليه input capacitance مقدارها 1 بيكو فارد عايز نختار السايزنج بتاع الترانزستورز ديت. طيب دلوقتي احنا قلنا ان انا لما بعمل سايزنج للترانزستور بختار الورست كيس ديلي. تمام. طب الورست كيس ديلي هنا هيحدث امتى؟ اسوأ ديلي. ايه الكيس اللي تجيب لي اسوأ ديلي؟ ها ان انا هيبقى عندي الباص دوت كده ان انا هيبقى عندي 3 ما هو بيقول لك الكيس ده بيقول لي عايز يعمل السايزنج في حاله الترانسميشن جيت. تمام. فهو اسوأ ورست كيس ديلي ان انا يبقى عندي 3 ترانسميشن جيتس. تمام. 3 ترانسميشن جيت في خلال الباص دوت. فلو فرضنا مثلا ان الريزيستنس بتاع الترانسميشن جيت هي ار فانا عايز اجيب قيمه للار ديت. تمام. بحيث ان الدايره تشتغل كويس وبعدين من قيمة الأرض ديت أقدر بقى إن أنا أعمل سايزنج للإن موس والبي موس. تمام. طب فإحنا قلنا دلوقتي إن أنا بعمل سايزنج للترانزستور في حالة الورست كيس والورست كيس هنلاقي إن أنا عندي 3 ترانسميشن جيت كاسكيدد ورا بعض. تمام. فكأن عندي الإكويفالنت سيركت إن أنا يبقى عندي كاباستور الكاباستور دوت اللي هو الإنبوت كاباستور بتاع الإنفرتر. تمام. ويبقى عندي 3 ترانسميشن جيتس كاسكيدد كل واحدة منهم ريزيستنس R. المفروض عشان السيركت دي تشتغل يعني تشتغل بشكل مظبوط المفروض ان الاوتبوت دوت يعني خلينا نفرض مثلا الانبوت دوت بيتغير بالمعدل اللي هو قاله لي دوت هو قال لي بمعدل 50 ميجا هرتز. طب لو انا عايز السيركت دي تشتغل كويس المفروض ان الاوتبوت المفروض ان الاوتبوت في خلال ما الانبوت مثلا وصل لفاليو معينه المفروض ان الاوتبوت يلحق يوصل للفاليو ديت قبل ما الانبوت يلحق يتغير تاني يعني المفروض ان البوينت دي تلحق انها تكون شحنت وتوصل للفاليو بتاعت الانبوت قبل ما الانبوت يرجع يتغير لان لو الاوتبوت ما لحقش يوصل لقيمه الانبوت وبعدين الانبوت اتغير فقيمه الاوتبوت مش هتبقى معروفه يعني كانه بدا يشحن ملحقش يوصل والانبوت اتغير فبدا يقل فالدايره دي عشان تشتغل مظبوط لازم الاوتبوت يستل قبل ما الانبوت يرجع يتغير تاني. تمام. طيب
فدي سيركت عادية ار سي شارجنج او ديسشارجنج. يعني انتوا خدتوها قبل كده، لو انا عندي ار سي سيركت ال في اوتبوت ديت بتوصل ل تقريبا 99% من فاينل فاليو بعد 5 تاو، والتاو ديت بتكون عباره عن تايم كونستانت بتاعت السيركت. يعني انتوا اكيد خدتوها في السيركتس قبل كده او في اي ماده، ان لو انا عندي سنجل سيركت كده ار سي الاوتبوت بيفولو اكسبوننشال، يعني بيشارج او بيدسشارج على حسب اكسبوننشال فانكشن، وان ال في اوتبوت ده عشان يوصل ل 99% من الفاينل فاليو لازم ان انا استنى وقت مقداره 5 تاو، حيث تاو ديت هي ايه؟ هي التايم كونستانت بتاع السيركت اللي هي عباره عن ار في سي. الار هنا عندي 3 ار. فالمهم ده معناه ايه؟ معناه ان انا عشان الاوتبوت ده يوصل تقريبا ل 99 من الفاينل فاليو لازم استنى وقت، الوقت دوت مقداره كام؟ مقداره 5 تاو. وده اللي انت تعرفوه، لازم عشان الاوتبوت يسيتل لازم استنى وقت مقداره 5 تاو، تمام؟ فهو الاوتبوت هيسيتل المفروض في وقت قد ايه؟ هي الانبوت ده بيتغير، يعني لو انا مثلا يعني دي كده كلها دي الكلوك سايكل، تمام؟ فالانبوت ده بيتغير كل نص كلوك سايكل، تمام؟ فيبقى انا لازم الاوتبوت يسيتل قبل ما الانبوت يلحق يتغير، تمام؟ فبالتالي لازم التايم دوت او التايم بتاع الكلوك دوت يكون اكبر من 5 تاو، لان الاوتبوت بيسيتل خلال 5 تاو من شكل الار سي، الاوتبوت بيسيتل خلال 5 تاو، تمام؟ والانبوت بيتغير كل نص كلوك سايكل، تمام؟ فهي هنا هيبقى عندي نص التايم بتاع الكلوك سايكل اللي هو واحد على اف كلوك سايكل. فاحنا الاوتبوت عشان يلحق يسيتل قبل ما الانبوت يتغير لازم التايم ده، لازم التايم بتاع التغير بتاع الانبوت يكون اكبر من 5 تاو، اللي هو التايم اللي الاوتبوت محتاجه عشان يسيتل فيه، تمام؟ طيب فاحنا هنلاقي ان هو مديني الاف كلوك سايكل، والتاو ديت هي التايم كونستنت بتاع السيركت ديت. التاو دي عباره عن ايه؟ هي عباره عن ار في السي. الار عندي هنا يعني الار توتال، تمام؟ الار توتال في السي. الار هنا عندي 3 ار، تمام؟ في السي ان هو مديك السي ان، مديك الاف كلوك سايكل. فمن الايكويشن دي نقدر نجيب قيمه للايكويفالنت ريزيستنس بتاع الترانسميشن ديت، تمام؟ طب هتطلع ان الار اقل من الفاليو ديت. طب عشان نعمل بقى سايزنج للترانزستورز، هنفرض اول حاجه ان هما سيمتريك ترانزستورز. يعني ايه سيمتريك ترانزستور؟ زي ما خدنا قبل كده ان كي بي بتساوي كي ان، الكي بي هي ميو بي سي اوكسايد. لا معلش، هنا كي بي في دبل اوفر ال بي بتساوي كي ان في دبل اوفر ال ان، تمام؟ يعني هنا ناقص الدايمنشنز. طيب فبالتالي هنا ان لو هما سيمتريك ترانزستور، يعني انا عندي ميو بي سي اوكسايد دبل اوفر ال بي بتساوي ميو ان سي اوكسايد دبل اوفر ال ان، وهو مديك في المساله مديك هنا ميو ان سي اوكسايد وميو بي سي اوكسايد، تمام؟ فانا يعني يكفي ان انا اجيب دبل اوفر ان مثلا لترانزستور واحد واقدر اجيب التاني بدلالته، تمام؟ لان انا عندي ميو بي وعندي ميو ان. طيب فتبقى R equivalent للترانسميشن جيتس، هتبقى R للB MOS parallel للR للN MOS. لو هما الاتنين سيمتريك فيبقى كأنها نص RN أو نص RB، تمام؟ طيب فمن الإيكويشن ديت هتلاقوا إن الإيكويشن سهلة، تقدر بقى إن أنت تجيب دبل أوفر LN ومنها تجيب دبل أوفر LB، تمام كده؟ طيب تاني مسألة بيقول لي implement، تالت مسألة implement the function، مديك شكل function in NMOS dynamic logic. دلوقتي اللي احنا خدناه دول اللي هو كان ايه؟ كان الباس لوجيك والترانسميشن جيت. بيقول لك بقى عايز implement بس بايه؟ بالدايناميك لوجيك. الدايناميك لوجيك دوت كان فكرته ايه؟ لو قارنا الدايناميك لوجيك دوت بالCMOS، CMOS logic، ان انا كان في CMOS logic كان بيبقى عندي pull down network، تمام؟ وكان بيبقى عندي pull up network. في الديناميك لوجيك بدل ما بيبقى عندي pull up network بحط بدلها BMOS، one transistor BMOS، والBMOS دوت بيبقى واصل selection line بتاعه بالكلوك، تمام؟
طب فكرته ايه؟ ان انا دلوقتي الكلوك ديت بتوجل 1 او 0، تمام؟ طيب في حالة انها 0 البيموس دوت هيبقى اون، تمام؟ لان دوت بقى عندي 0 فالبيموس دوت هيبقى اون، تمام؟ والباص دوت بقى اوبن لان ده كده كانه اوف، كان الباص دوت اوبن، تمام؟ فلا يحصل ايه؟ ان الواي دوت بيحصل له شارجنج، تمام؟ فبنسمي لما الكلوك تبقى بزيرو فولت بنسميها بريشارج فيز. ريشارج فيز ديت يعني ايه؟ يعني الواي بتتشحن كل كلوك سايكل بتتشحن لقيمه البي دي دي، تمام؟ طب لما الكلوك تبقى ب 1 هلاقي ان الترانزستور دوت بقى اوف، تمام؟ والترانزستور دوت بقى اون، يعني هنا بقى واحد في الترانزستور ده بقى شغال اون، تمام؟ وعلى حسب الفانكشن اللي بتمبلمنتها البول داون نتورك الواي دوت ممكن ينزل يفرغ يبقى بزيرو او يفضل زي ما هو بواحد، تمام؟ فعشان في الكيس ديت دي لما الكلوك بتبقى بواحد، عشان في الكيس ديت الفانكشن ديت بيحصل لها امبلمنتيشن فبنسميها الايفالويشن فيز، تمام؟ الواي اما بتبقى بواحد اما بتفضل بواحد او بتنزل لزيرو على حسب الفانكشن اللي انا بامبلمنتها هنا، تمام كده؟ طيب فانا دلوقتي عشان امبلمنت اي فانكشن باستخدام الديناميك لوجيك انا كده محتاجة بس ان انا امبلمنت البول داون نتورك. طب احنا كنا بنمبلمنت قبل كده البول داون نتورك ازاي؟ في السي موس كنت بجيب الواي بار من الشكل دوت وبامبلمنت الواي بار دوت هو في البول داون نتورك. يعني انا هجيب الواي بار للشكل دوت فيبقى عندي هنا اي بار اور بي، تمام؟ والاور ديت بقت اند وعندي هنا سي، تمام؟ كنا بنعمل ايه بقى؟ كنت بامبلمنت الجزء دوت في البول داون نتورك. طب يعني هامبلمنته ازاي؟ كده انا عندي حاجتين اندد مع بعض، فكنا بنامبلمنتهم ازاي؟ بيبقى عندي برضو حاجتين ان سيريز، اول حاجه هو ترانزستور عليه سلكشن لاين سي، تمام؟ وتاني حاجه بامبلمنت الفانكشن ديت. طب الفانكشن ديت كانت ايه؟ كانت حاجتين اورنج مع بعض، كان بيبقى عندي تو ترانزستور ان بارلل، تمام؟ واحد عليه بي والتاني عليه اي بور، تمام كده؟ طب يبقى انا كده عملت امبلمنتيشن للفانكشن ديت باستخدام الديناميك لوجيك. طب بيقول لي ايه هي الباور كونسامشن في حاله ان السي ب 0 وفي حاله ان السي ب 1 والاي ب 1. طب دلوقتي هو الستاتيك باور كونسامشن هنا ايه؟ يعني لما الدايره تسيتل، لما الاوتبوت يسيتل على فاليو معينه دي الستاتيك باور كونسامشن هتساوي ايه؟ هتساوي 0، لان لما الاوتبوت بيسيتل سواء على ال1 او على ال0 مش هلاقي في كارنت مر هنا او كارنت مر هنا. الكارنت اللي بيمر في حاله السويتشنج دوت بنسميه دايناميك باور كونسامشن، تمام؟ بس الاوتبوت لما بيسيتل على الفاليو خلاص الكارنت بيقف بيبقى ب0، تمام؟ فالستاتيك باور كونسامشن اي مكان الانبوتس الستاتيك باور كونسامشن بزيرو، تمام؟ طب الديناميك باور كونسامشن، طب بيقول لي لو كانت السي بزيرو ايه هي الباور كونسامشن؟ هو قصده هنا ان هي الديناميك باور كونسامشن، لان الستاتيك باور كونسامشن في اي كيس بزيرو، تمام؟ طيب لو السي بزيرو هنلاقي ان لو السي بزيرو الترانزستور ده بقى اوف، تمام؟ والباص دوت بقى ايه؟ بقى اوبن. الباص دوت ما الواي ما بتفرغش، فالواي هتبقى قيمتها ثابته بواحد، الكلوك ديت هتشحنها، تمام؟ في حاله ان الكلوك ديت بزيرو، تمام؟ ولما الكلوك تبقى بواحد الباص دوت الترانزستور دوت اوف، وبالتالي الباص دوت كانه مفتوح، فكان الواي ديت ما بتفرغش قيمتها بواحد، تمام؟ فالديناميك باور كونسامشن هتبقى بكام؟ احنا قلنا لو تفتكروا الديناميك باور كونسامشن، لو تفتكروا في سيكشن تقريبا 2 احنا قلنا بيبقى عندي ديناميك باور كونسامشن لو كان الاوتبوت بيحصل له سويتشنج، لو كان الاوتبوت بيحصل له سويتشنج مع الكلوك بيبقى فيه ديناميك باور كونسامشن. طب هنا الاوتبوت ثابت، الاوتبوت قيمته ب في دي دي ثابت لان الترانزستور دوت اوف، فبالتالي الديناميك باور كونسامشن هنا هتبقى بكام؟ هتبقى بزيرو لان الاوتبوت ثابت ما بيحصلوش توجرنج، تمام؟ فبالتالي ما فيش كارنت بيشحن وبيفرغ، تمام؟ طيب بيقول لي
تاني كيس ايه هي باور كونسامشن في حالة ان السيب 1 والاب 1. طب لو السيب 1 هنلاقي ان الترانزستور دوت بقى كلوزد طب لو السيب 1 هنلاقي ان الترانزستور دوت بقى اون بالتالي كان الباص دوت كده بقى كلوزد تمام. ولو الاب 1 هنلاقي ان الاي بار هنا بزيرو فكأن الترانزستور ده بقى اوف فعلى حسب بي تمام. هنلاقي ان لو البي بزيرو لو البي بزيرو كأن الترانزستور ده كمان بقى اوف فكأن الباص ده كده كله بقى اوبن فبرضه ان الواي ثابته هنلاقي ان الواي ثابته على واحد تمام. فنلاقي الديناميك باور كونسامشن بزيرو. طب لو كانت البي بواحد لو كانت البي بواحد هنلاقي ان الباص ده كلوزد تمام وهنلاقي برضه ان الباص ده كلوزد لان الترانزستور دوت بقى اون فهنلاقي ان الواي بتفرغ تمام لما الكلوك تبقى بواحد. ولما الكلوك تبقى بزيرو هنلاقي ان هي بتشحن تمام لان طول ما الكلوك بزيرو طول ما هو قاعد بيشحن تمام. ولما الكلوك تبقى بواحد بينفس الفانكشن ديت فلما الكلوك تبقى بواحد هنلاقي ان الواي بتفرغ فبتلاقي طمان في توجلنج كده مع الكلوك يبقى في دايناميك باور كونسامشن تمام. فاحنا قلنا لما البي تبقى بواحد الدايناميك باور كونسامشن هتبقى الفريكوينسي في السي لود في الفي دي دي سكوير اللي هو مديك قيمة السي لود هتقدر ان انت تجيب الدايناميك باور كونسامشن تمام كده. طيب بيقول لي في السؤال دوت امبلمنت الفانكشن دوت باستخدام الدايناميك لوجيك as two stage directly cascaded يعني تيمبلمنت الفانكشن ديت كان انا عندي ستيج والستيج ديت وراها ستيج ثانيه تمام. وبيقول لي ايه هي المشكله في الكونفيجريشن دوت يعني انا هسيب لكم السؤال دوت انتم ممكن ترجعوا للمحاضره وتحلوه هو سهل يعني اتشرح في المحاضره تمام. السؤال رقم 5 ده برضو سهل انتوا هتحلوه. طب خلينا نشوف السؤال رقم 6 مديني الشكل دوت وبيقول لي ايه makes a low to high transition يعني انا دلوقتي عندي الانبوت ايه دوت بيتحرك من 0 ل 1 تمام خلال الايفالويشن فيز يعني خلال ما الكلوك كانت بواحد الايه دوت بيتحرك من 0 ل 1 تمام. وبيقول لي ان البي دوت كان ب 0 تمام. بيقول لي what is the maximum value of the parasitic capacitance at node x يعني ايه الماكسيمم فاليو للسي بي دوت that can be allowed in order to ensure that the output will be will not be corrupted يعني هو بيقول لي ايه الماكسيمم فاليو للباراسيتيك كاباسيتنس ده بحيث ان انا اضمن ان القيمه بتاعه الاوتبوت ما يحصلهاش كوربشن تمام. طب خلينا يعني نترجم الكلام دوت. هو دلوقتي بيقول لي خلال الايفالويشن فيز يعني خلال ما الكلوك ب1 بيقول لي الانبوت ايه دوت بيتحرك من 0 ل 1 بيقول لي ان هو بيعمل ترانزيشن من لو لهاي خلال الايفالويشن فيز تمام. وبيقول لي ايه هي الماكسيمم فاليو للباراسيتيك كاباسيتنس دوت بحيث ما يحصلش كوربشن للاوتبوت. طيب هو دلوقتي بيقول لي ايه ان البي كمان بيقول لي هنا ان البي كمان لو يعني البي دوت بزيرو والترانزستور دوت اوف تمام والاي دوت بيتحرك من 0 ل 1. طب المشكله هنا ايه المشكله ان لما الاي دوت يتحرك من 0 ل 1 ان الترانزستور دوت هيبقى اون تمام لان الاي بقت بواحد تمام. فلما الترانزستور ده يبقى اون كان الباص دوت كده بقى كلوزد فلو انا عندي هنا شارج الشارج ديت هيحصل لها ريديستريبيوشن وجزء منها يروح على الكاباستور دوت على البرسيت الكاباستور تمام. فاللي هيحصل ايه ان لما الاي دوت بيبقى بواحد هو قال لك ايه قال لك ان البي دوت بلو يعني ده كده الباص دوت يعني الترانزستور دوت اوف والباص دوت كانه اوبن مش موجود فكاني اي شارج هتروح على الكاباستور دوت اللي هو السي بي تمام. طيب فالمشكله لما الاي دوت بيبقى بواحد هنلاقي ان الواي ديت في الاول في الحاله اللي هي البي ريشارج فيز يعني لما الكلوك كانت بزيرو الواي ديت كانت بون تمام. طب لما الكلوك ديت تبقى بواحد طول ما الاي بزيرو الواي هتفضل بواحد تمام لان مفيش باص الواي تفرغ من خلاله تمام. طيب لما الاي ديت تبدا تبقى بواحد
هنلاقي ان كأن الترانزستور دوت بقى اون والواي دي بدأت تفرغ، فالواي دي هتبدأ الفاليو بتاعتها تقل شوية تمام، لحد بقى ما تيجي الفيز التانية للكلوك اللي هي البري شارج فيز وبترجع تشحنها تاني. طب المشكلة هنا ايه؟ المشكلة ان ممكن الواي ديت تقل لدرجة، يعني هي المفروض الواي تبقى في دي دي تمام، ممكن الواي تقل لدرجة انها تقل عن في دي دي اوفر 2. فلو قلت عن في دي دي اوفر 2 فكأن الترانز كأن الانفرتر دوت شايف لو، فكأنه شايف بدل ما هو شايفها في دي دي هيبقى شوفها هيشوفها زيرو تمام. فهي دي المشكلة. فالفكرة ايه؟ الفكرة ان انا مش عايز الواي ديت او الواي بار، يعني اسف، الفكرة ان انا مش عايز الواي بار اللي هو الاوتبوت ده مش عايزه يقل عن في دي دي اوفر 2، لان هو لو قل عن في دي دي اوفر 2 الانفرتر ده هيشوفه ايه؟ هيشوفه زيرو بدل ما هو كان شايفه واحد، فبالتالي الاوتبوت ده هيختلف. تمام كده؟ طيب يبقى احنا دلوقتي عايزين نعمل ايه؟ احنا عايزين نجيب قيمه ل في 2 بدلاله سي ال وسي باراسيتك، وتبقى الماكسيموم فاليو ل في 2 ديت عشان ما يحصلش كوربشن تبقى كام؟ المفروض عشان ما يحصلش كوربشن للاوتبوت تبقى الماكسيموم فاليو المفروض تكون اعلى من في دي دي على الاثنين، لان في دي دي على الاثنين دوت هو الثريشولد بتاع الانفرتر. لو تفتكروا زي ما خدنا في سكشن واحد ان لو كان الانبوت من في دي دي لحد في دي دي اوفر 2 ده بنعتبره هاي، ولو كان من في دي دي اوفر 2 لحد 0 ده بنعتبره لو تمام. طيب دلوقتي انا عايز اجيب قيمة في 2 دوت والقيمة اللي الاوتبوت واي بار دوت قل ليها بدلالة سي لود وسي بي، ممكن اقول ايه؟ طب احنا ممكن نستخدم الشارج كونزرفيشن. الشارج كونزرفيشن دوت بيقول ايه؟ بيقول ان الشحنات الشارجز اللي موجودة على التو كاباسيتورز قبل ما الاي تبقى بوان هي بتساوي الشحنات اللي موجودة على التو كاباسيتورز بعد ما الاي تبقى بوان تمام؟ طب الشارج اللي موجودة على الكاباسيتور دي بتساوي ايه؟ بتساوي قيمة الكاباسيتور في الفولتج. طب الشارجز اللي موجودة على الكاباسيتورز دول قبل ما الاي كانت بواحد، يعني هنا كانت عبارة عن ايه؟ كان السي بي دوت كان الفولت هنا كان بزيرو تمام؟ والفولت هنا كان بفي دي دي، فكانت الشحنات هتبقى ايه؟ سي لود في في دي دي بلس سي بي في زيرو. طب بعد ما الاي بقت بواحد هلاقي ان ايه؟ ان الترانزستور ده بقى اون، فلما الترانزستور ده بقى اون كان دوت كده بقى كلوزد باس تمام؟ فكان الفولتج دوت هو قيمته الفولتج دوت، فكان هتبقى الشحنات هتبقى ايه؟ تبقى سي لود، سي لود في في 2 بلس سي بي في في 2، لان الترانزستور دوت قفل الباص دوت، فبقى هنا بالتالي الواي بار ديت قلت لفي 2 والفولت دوت برضه وصل لفي 2 تمام. طب من الايكويشن ديت اقدر ان انا اجيب قيمه الفي 2 تمام، ايه المينيموم فاليو لفي 2 بحيث ما يحصلش كوربشن للاوتبوت. لو انا لازم المينيموم فاليو ان في 2 ما تقلش عن في دي دي اوفر 2، فلازم في 2 تكون اكبر من في دي دي اوفر 2 تمام. فهنلاقي من الايكويشن دوت بيديني ان سي لود على سي لود بلس سي بي لازم تكون اكبر من النص، فلاقي ان السي بي لازم تكون اكبر من السي لود تمام. انت ممكن بقى تاخد قيمه السي بي الباراسيتك دوت اي فاليو بس بحيث انها تكون اقل من السي لود، فانا خدت ان السي باراسيتك بنص السي لود، ساعتها هنلاقي ان الفي 2 دوت بتلتين في دي دي تمام كده. يبقى انا ضمنت بالكونديشن دوت ان الاوتبوت ما يحصلوش كوربشن تمام، لان هو اعلى من الثريشولد فولتج بتاع الانفرتر. طيب تاني مساله عندنا، مديني الدايره ديت انها شمت ريجر بافر وبيقول لي انديكيت ابروكسيميت فاليوز فور ذا تريب بوينت، يعني هو عايز نحدد التريب بوينت بتاعه الشونت تريجر بافر. طيب انتوا لو تفتكروا احنا في السي موس في الانفرتر كنا خدنا ايه؟ ان كنا خدنا في الفي كاركترستكس رسمه الفي اوت مع الفي انبوت، خدنا ان احنا عندنا 1 تريب بوينت بس، التريب بوينت ديت قبليها بعتبر ان هو لو انبوت وبعديها بعتبره هاي انبوت تمام، اللي هي كانت لو هو سيمتريك كانت في دي دي على الاثنين اللي هي سويتشنج تمام، سويتشنج بوينت. طيب
شميت تريجر دوت بقى الفكره ان البفر دوت عنده تو ثريشولد فولتج، يعني مش زي الانفرتر العادي. الانفرتر كان عنده 1 ثريشولد فولتج قبليها بعتبره لو، بعتبر لو فولتج وبعديها بعتبره هاي فولتج. هنا لا، هنا انا عندي 2 ثريشولد فولتج. الانبوت الاوتبوت هيسويتش عند انهي ثريشولد فولتج منهم على حسب تغير الانبوت. لو الانبوت بيتغير من لو لهاي الاوتبوت هيسويتش عند تاني ثريشولد. تمام. لو الانبوت بيتغير من هاي، لو بيتغير من، لو انا جايه كده، لو بيتغير من هاي للو الاوتبوت هيسويتش عند تاني ثريشولد فولتج. هي الفكره في ايه؟ هي الفكره دلوقتي ان نفرض مثلا الانبوت دوت لو فولتج. تمام. طيب ممكن يجيلي نويز، بحيث النويز ديت يعني لو مثلا بنتكلم على الانفرتر، لو الانبوت هنا لو فولتج فشايف اوتبوت في دي دي. تمام. ممكن تجيلي نويز، النويز دي تخلي الانبوت يعني يزيد كده مثلا وبعدين يرجع تاني لو، يزيد يعني يعدي التريب بوينت وبعدين يرجع تاني لو. فهو لو عدى التريب بوينت ديت في الانفرتر العادي الترانزستور الاوتبوت هيسويتش. تمام. طب الفكره هنا بقى ايه؟ نفرض ان هنا الانبوت قيمه لو. تمام. فالاوتبوت كان برضه بايه؟ بقيمه لو. تمام. لان ده بفر مش انفرتر، يعني ده كانه انفرتر وده انفرتر، فكان الاوتبوت هو قيمه الانبوت. تمام. طيب فنفرض ان الاوتبوت هنا قيمه لو فولتج. تمام. فلو جات لي هنا نويز بحيث ان الانبوت دوت عدى اول ثريشولد، لو هي عباره عن نويز يعني مقدارها قليل، فالاوتبوت مش هيحصل له سويتشنج. امتى يحصل له سويتشنج؟ لازم الانبوت يعدي الثريشولد التاني. لو عدى الثريشولد التاني يبقى ساعتها فعلا ده تغير حقيقي في الانبوت مش مجرد نويز، ساعتها الاوتبوت هيحصل له سويتشنج. تمام. برضو نفس الحوار، لو الانبوت دلوقتي قيمه عاليه الاوتبوت ماشي قيمه عاليه. نفرض مثلا ان جت نويز بحيث ايه؟ عدى اول ثريشولد. لو عدى اول ثريشولد في شميت ريجا دوت مش هيحصل له سويتشنج، وهو جاي من هاي للو مش هيحصل له سويتشنج الا لما يعدي الثريشولد التاني. فلازم الفي انبوت وهو بيتحرك من هاي للو لازم يعدي الثريشولد التاني، ساعتها الاوتبوت هيحصل له سويتشنج. تمام. يبقى الشميت ريجا دوت عنده تو ثريشولد فولتج على حسب الانبوت بيتحرك من لو لهاي او من هاي للو. تمام. وهو بيسويتش، الاوتبوت بيسويتش لما الانبوت يعدي الثريشولد التاني. لو انا بتحرك من هاي للو يبقى لازم الانبوت يعدي الثريشولد التاني اللي هو في ماينس اللي هو اللاين دوت. لو انا بتحرك من لو لهاي لازم الانبوت يعدي ايه؟ الفي ام بلس. تمام كده. طب احنا عايزين في المساله نحسب الفي ام ماينس والفي ام بلس. تمام. طيب خلينا نفتكر من سيكشن واحد، احنا اثبتنا قبل كده ان التريب بوينت للانفرتر عباره عن الايكويشن ديت، ان في ام بتساوي في دي دي بلس جذر ايه في في ثريشولد ان ماينس في ثريشولد بي على 1 بلس جذر ايه. وقلنا ان الاي ديت هي ميو ان دبل اوفر ال ان على ميو بي دبل اوفر ال بي. احنا يعني جبنا الايكويشن دي متهيألي في تاني سيكشن او في اول سيكشن. طيب هو مديك في المساله ديت ان في ثريشولد، مديك هنا ان في ثريشولد ان بتساوي في ثريشولد بي. تمام. لو انا عندي في ثريشولد ان بتساوي في ثريشولد بي، دي هتبقى المعادله بتاعت الفي ام ليه تريب بوينت. تمام. دي كده تريب بوينت بتاعت ايه؟ بتاعت الانفرتر. اول حاجه خلينا نفرض ان الانبوت من ايه دوت بزيرو. طب لو الانبوت بزيرو هنلاقي لو دي بزيرو ده انفرتر. تمام. يعني هنلاقي ان البوينت دي ب1. تمام. وده انفرتر يعني هنلاقي ان البوينت دي بزيرو. تمام كده. فلو ديت بزيرو هنلاقي كده ان ايه؟ ان الترانزستور دوت اون لان الجيت بتاعته بزيرو. تمام. والترانزستور دوت اوف، فكان السيركت هتبقى بالشكل ده. تمام. فكان لو انا عندي ايه بزيرو، كان التو ترانزستورز دول بقوا ان بارلل مع بعض، صح؟ لان انا عندي دوت الانبوت بتاعه زيرو والاب زيرو، يعني كان برضه الانبوت بتاع دوت بزيرو. تمام. فكان التو ترانزستورز دول هيبقوا بارلل لبعض، الترانزستور دوت اللي هو ده. تمام كده.
فانا عملت equivalent كأني جمعت dimensions تمام. فبقى عندي هنا دي total dimension تمام ودي dimensions بتاعت ال n mos اللي هي double over n تمام كده. طيب انا ممكن ان انا احسب ال vm من الشكل دوت التريب بوينت بتاع الشكل ده من ال equation ديت تمام. ما ده بقى كأنه يعني inverter عادي فانا ممكن احسب له التريب بوينت. فبالتالي ال a لو كانت بزيرو وعايزة تنتقل ل 1 هتشوف التريب بوينت اللي هي في يعني في ام بتاعت الشكل ده تمام. طب اللي هتفرق بس ان انا بقى بغير ال a ديت على حسب الدايمنشنز بتاعت ال b موس وال n موس. فال a ديت هنا هتبقى هتبقى ميو ان دبل اوفر ال ان اللي هي هنا دبل اوفر ان في ميو بي دبل اوفر ال بي اللي هي هتساوي القيمه ديت تمام. يبقى لو الاي بزيرو هيبقى عندي السيركت بالشكل ده. وبالتالي لو ايه جايه تنتقل من زيرو ل 1 هتشوف التريب بوينت بتاعت الانفرتر ده تمام ان هو بالدايمنشن دي. طب تبقى التريب بوينت ديت اللي هي ايه اللي هي التغير من لو لهاي يعني اللي هي الفي ام بلس تمام كده شاب. طب خلينا نشوف الكيس التانية ان لو الاي ديت كانت بواحد لو الاي كانت بواحد هنلاقي ان ديت بواحد فبالتالي البوينت دي بزيرو. فلو دي بزيرو بعد الانفرتر هتبقى بوان. لو دي بقت بوان معناها ايه ان دوت اوف وان دوت اون. فهنلاقي ان السيركت بقت عندنا بالشكل ده فكأن التوتال ترانزستورز دول ان بارالل برضو مع بعض فكأن ده يعني برضو جمعت الدايمنشنز فكأن دوت بقى الشكل النهائي للانفرتر تمام. فبالتالي الـ A لو جاية تنتقل من 1 ل 0 هتشوف التريب بوينت بتاعت الشكل ده. ما هي دلوقتي السيركت الـ A ب 1 فهي شايفة الانفرتر ده فهي وهي بتنتقل من 1 ل 0 شايفة الانفرتر ده فهتشوف التريب بوينت بتاعت الشكل ده تمام. طب اللي هيفرق بس ايه في الايكويشن اللي فوق ان احنا هنغير الـ A بالدايمنشنز بتاعت الـ B موس والـ N موس دول تمام. طب التريب بوينت ديت اللي هي ايه دلوقتي انا بقول ايه ان الاي ب1 يعني هاي وبتنتقل لزيرو وهي وهي هاي وبتنتقل لزيرو فشايفه انهي تريب بوينت شايفه دي اللي هي في ام ماينس تمام. طيب انت هتعوض بس بالاي ديت بالدايمنشنز الجديده ديت وتجيب الفي ام ماينس كده احنا جبنا التريب بوينت بتاعت الشميت تريجر. طيب اخر مسألة بيقول لي ديزاين SRAM SRAM اللي هي ميموري ستاتيك ميموري تمام ومديني اللينس ومديني السايز بتاع SRAM وبيقول لي عايز نوضح الديزاين بتاع كل سيل والسنس امبليفاير والاوفرول اركتشر. خلينا ناخدها حاجة حاجة كده. اول حاجة هو مديني ان السايز بتاع الاس رام ديت 256 بت تمام وبيقول لي ان البورد بتاعه الاس رام 8 بت. يعني دلوقتي الاس رام ديت هي عباره عن كام 256 بت انا كتبتها 32 في 8. دلوقتي انا بقى عندي ال 8 دول هو السايز بتاع البورد يعني ايه يعني انا دلوقتي لما اجي اكسس الاس رام ديت لما اجي اقرا منها او اكتب فيها هكتب 8 بت او هقرا 8 بت تمام. فالسايز بتاع الرام دوت هو عباره عن 32 في 8. ال 8 دول ده السايز بتاع البيت بير وورد. الوورد ديت هي اللي انا بقراها من الاس رام او بكتبها في الاس رام. يعني انا في المره الواحده لما باجي باكسس الاس رام بكتب 8 بت مره واحده او بقرا 8 بت مره واحده. طب ال 32 دول ايه؟ دول عدد الوردز اللي موجوده في الاس رام. يعني الاس رام فيها 32 وورد 32 لوكيشن تمام كل لوكيشن فيه 8 بت تمام كده. طيب انا دلوقتي هو بيقول لك عايز نديزاين الاس رام ديت. فده دلوقتي انا عرفت ان ان الاس رام ديت فيها 32 لوكيشن او 32 وورد وكل وورد
السايز بتاعها 8 بت. طب انا دلوقتي عشان اكسس لوكيشن من ال 32 دول يبقى انا محتاجه كام بت؟ انا دلوقتي عندي 32 لوكيشن، عشان اكسس 1 لوكيشن منهم يبقى انا محتاج كام بت؟ محتاجه 5 بت، ال 32 2 باور 5. فانا عشان اكسس 1 لوكيشن من ال 32 يبقى انا محتاج 5 بت، تمام كده؟ يبقى انا عرفت اول حاجه ان الادرس بتاع الاس رام دوت هو عباره عن 5 بت، عشان اكسس لوكيشن من ال 32 لوكيشن دول، واللوكيشن الواحد فيه 8 بت، تمام كده؟ طيب احنا عاده بنديزاين الميموري بنديزاينها سكوير اركتشر. يعني ايه سكوير اركتشر؟ يعني عدد الروز بيساوي عدد الكولومز. فال 256 بت دول ممكن ان انا اكتبها 16 في 16، ال 16 دول عدد الروز و 16 دول عدد الكولومز. طب احنا دلوقتي بنقول ان الورد الواحده، يعني المكان الواحد اللي موجود في الاس رام هو عباره عن 8 بت، تمام؟ احنا قلنا ايه؟ اللوكيشن الواحد عباره عن 8 بت، وانا بقول ان الاس رام ديت هي عباره عن 16 رو في 16 كولوم. يعني دلوقتي لو انا عندي مثلا 16 رو ورا بعض، كأن الرو في كام؟ كأن الرو في 16 بت، تمام؟ فكأن الوان رو في 2 ووردز. يعني دلوقتي انا عندي الاس رام السايز بتاعها ككل 256 بت، انا قسمتهم كام؟ 16 بت في 16 بت، فكأن عندي 16 رو ورا بعض، تمام؟ كل رو منه في 16 بت، كل رو في 16 بت. واحنا قلنا هنا ان ايه؟ ان الورد يعني اللوكيشن الواحد من الاس رام هو عباره عن 8 بت. يبقى انا كده عرفت ايه؟ ان الوان رو في 2 ووردز. فهنلاقي ان انا بيبقى عندي حاجه بالشكل ده، عندي 16 رو، تمام؟ والرو الواحد فيه 2 وورد، تمام كده؟ عندي 2 وورد في كل رو. واحنا قلنا ان الادرس بت هنا 5 بت. احنا قلنا ان انا عندي 32 مورد، يعني 32 لوكيشن. قلت ال 32 لوكيشن دول عشان اكسس 1 لوكيشن منهم محتاج 5 بت. فبالتالي هنلاقي ان انا نتيجة ان انا عملت الاس رام سكوير بقى عندي هنا 16 رو وبقى عندي هنا 16 كولوم. فال 16 رو دول محتاجين كام بت عشان اكسس؟ انا دلوقتي عايزة اكسس 1 مورد، تمام؟ فعشان اكسس 1 وورد هاكسس ايه؟ هاكسس 1 رو من هنا، وبعدين هيبقى عندي 2 كولومز هاكسس منهم 1 كولوم، تمام؟ يبقى انا محتاج هنا 4 بت ادرس، ومحتاج هنا 1 بت ادرس، لان انا عندي هنا 16 رو، فال 16 رو دول عشان اكسس مكان واحد، فانا محتاج الديكودر ده ادخل له 4 بت ويخرج لي 16 في المرة الواحدة، بيختار رو من ال 16 دول، تمام؟ وانا عشان عندي هنا 2 وورد يبقى انا هحط هنا زي مالتبلكسر، المالتبلكسر ده بيختار لي اما ال 8 وورد دول، قصدي اما ال 8 بت دول او ال 8 بت دول بالاكسس البت الخمسة، تمام؟ احنا دلوقتي قلنا ان الاس رام هي 256 بت، فهي عبارة عن 32 في 8، عشان هو قال لي السايز بتاع الورد 8 بت. فيبقى انا عندي 32 وورد او 32 لوكيشن، وكل لوكيشن هو عباره عن 8 بت. طب قلنا يبقى انا عشان اكسس ال 1 وورد ديت محتاج 5 بت، لان انا عندي 32 لوكيشن، فال 5 بت هوزعهم ازاي؟ قلت ان الاس رام بيفضل ان اي ميموري ان انا اعملها سكوير اركتشر. سكوير اركتشر يعني ايه؟ يعني عدد الروز بيساوي عدد الكولومز. فلقينا ان 256 دول ممكن اكتبهم 16 في 16، يعني هيبقى عندي 16 رو، تمام؟ وهيبقى عندي 16 كولومز، كل كولوم منهم هو 1 بت، تمام؟ وانا قلت دلوقتي ايه؟ ان الورد هي عباره عن 8 بت، يبقى انا كده عندي ال 1 رو في 2 وورد في 8 بت و 8 بت، تمام؟ طب وانا قلنا هنا ايه؟ ان انا عندي 16 رو، فانا عشان اكسس 1 وورد محتاج ان انا اختار
قيمه واحده بس من ال 16، فبحط هنا ديكودر، الديكودر ده بدخله 4 بت والاوتبوت منه 16 بت، هو بيختار وان من بيختار رو من 16 روز دول. تمام. وانا عشان عندي 2 وورد بحط هنا مالتيبلكسر، المالتيبلكسر ده داخل لي الاوتبوت بتاع اول وورد والاوتبوت بتاع تاني وورد وبي البيت ادرس الخامس، لان انا قلت هنا انا عندي 5 بيت ادرس، بالبيت ادرس الخامس دوت بختار يا اما الورد الاولى يا اما الورد الثانيه. تمام كده. طب الديزاين ده كده يعني يعتبر ديزاين كروكي، لان هو هنا طالب ايه؟ طالب ان احنا نوضح كل الديزاين بتاع كل سيل. تمام. والسنس امبليفاير والاوفرول اركتشر، يعني ده يعتبر كده الاوفرول اركتشر. احنا بقى عايزين نديزاينه بس بالتفصيل شويه. دلوقتي انتوا خدتوا ان السيل بتاعت الاس رام بتبقى بالشكل ده، بيبقى عندي سليكشن لاين ده اللي هو الرو. تمام. ويبقى عندي 2 بت لاين. دلوقتي التو انفرترز دول يعني كانهم لاتش، اللاتش دوت عشان يخزن فاليو يا اما 0 يا اما 1. تمام. لو مثلا نفرض ان انا عندي هنا ده 0 فيبقى عندي هنا 1، فالتو انفرترز دول عشان يخزنوا لي الفاليو ديت اللي هي هنا 0 وهنا 1. تمام. طب انا دلوقتي لو انا عايزه اقرا الفاليوز دي، خلينا مثلا نفرض ان انا هقراهم. تمام. فانا هعمل ايه؟ اول حاجه بانيبل السليكشن لاين اللي هو الرو لاين ده، اللي هو ان احنا قلنا هنا 1 من 16. تمام. فبانيبل اللاين ده، فبالتالي بقى الترانزستور ده اون والترانزستور ده اون. طيب وبعمل ايه تاني؟ بشحن البي ال والبي ال بار اللي هي البيت لاين، بشحنهم لفي تي دي. تمام. وبعدين بشوف يعني لو كانت مثلا ديت زيرو هلاقي ايه؟ لو ديت في تي دي هلاقي ان الفي تي دي ديت قلت، لان زي ما احنا قلنا بيبقى فيه شارج شارج ريديستريبيوشن، فنلاقي ان الفي تي دي قلت لان شحنات هتلاقي ان هي مشيت من كده، فنلاقي ان البيت ديت قلت، الفولت اللي عليها قل والبيت ديت الفولت اللي عليها ثابت. فبنعمل ايه؟ فبيبقى عندنا سنس امبليفاير. السنس امبليفاير دوت بدخل له التو بيت لاينز دول، البيت لاين والبيت لاين بار، وعلى حسب ان هو بيسنس لو في فرق ما بينهم بيطلع لي الاوتبوت دوت يا اما في دي دي يا اما زيرو، على حسب يعني مين اعلى من مين. تمام. ده امبليفاير عادي زي يعني زي امبليفاير اللي هو كومن سورس، وحاطط له لود، لود دوت اللي هو بي موس. طب السنس امبليفاير دوت بدخل له التو بيت لاينز دول، وعلى حسب ان هو بيشوف في فرق ما بينهم، على حسب ديت اعلى من دي ولا دي اعلى من دي، بيحدد قيمه الاوتبوت النهائي. تمام. طيب دي السيركت ديت بنسميها بريشارج، بريشارج سيركت. السيركت دي بتعمل ايه؟ انا دلوقتي كل ما ابقى عايز ان انا اقرا وان سيم، محتاج ان انا اشحن البيت لاين دي والبيت لاين بار، اشحنهم لفي دي دي، وبعدين الاحظ لو في فرق في يعني بعد ما عملت انيبل للرو لاين اشوف اذا كان في فرق ما بينهم ولا لا. لو في فرق بدا يعني هما كده كده بيخشوا على سنس امبليفاير دوت، والسنس امبليفاير دوت بيحدد الفاينل فاليو. فانا كل ما محتاج ان انا اقرا بيت محتاج ان انا ايه اشحنهم لفي دي دي. فبالتالي عندنا دايره، الدايره دي بري شارج سيركت، دي عباره عن بي موس وبي موس. تمام. البي موس ده متوصل على البيت لاين بار ومتوصل على البيت لاين، ويعني الاثنين شورتد كده بترانزستور. انا دلوقتي لو انا عايز اشحن البيت لاين بار والبيت لاين بخلي البري شارج بار بخليها بزيرو. تمام. يعني البيت دي كده كلها بخليها بزيرو، فايه اللي هيحصل؟ هتانيبل الترانزستور ده وتانيبل الترانزستور ده وتشحن البيت لاين. تمام. الترانزستور ده بس عشان ايه؟ يعني يتاكد ان مفيش فرق ما بينهم، يتاكد ان الاثنين بالظبط نفس الفاليو، فكانه بيشرطهم على بعض. طب بعدين لما اجي بقى انا اقرا بخلي السليكشن ده بخليه بواحد. تمام. فكاني كل الترانزستور ديت بقت اوف، وبعدين بقى ابدا اشوف التغيرات اللي بتحصل على البيت لاين نتيجه ان انا عملت للسيل ديت انيبل، نتيجه ان انا حطيت 1 على الرو لاين ده. تمام. طب هو بقى بيقول لك
عايز نعمل ديزاين للاسرام ونبين فيها السيل ونبين فيها السنس امبليفاير ونبين فيها البري شارج سيل. طب فهي تبقى بالشكل ده زي ما قلت ان انا عندي ديكودر ده بدخله 4 بت وبيطلع لي 16 بت. طيب كل بت منهم كل رو منهم بينيبل 16 سيل. انا دلوقتي عندي السيل الواحده هي 1 بت فكل رو منهم بينيبل 16 سيل. و16 سيل دول هم عباره عن ايه؟ عن 8 وورد 8 بت وورد و8 بت وورد. طيب والسيل ديت ده كده الايه ده الانيبل بتاعها تمام. طيب والاثنين دول هما البيت لاين والبيت لاين بار. دي السيركت دي بعمل بريشارج بيها البيت لاين والبيت لاين بار تمام. وبعدين موصله كل البيت لاينز بتاعت نفس الكورن كلهم متوصله بالسنس امبليفاير دوت. طبعا انا بانيبل في المره الواحده بانيبل رو منهم تمام. فبالتالي السنس امبليفاير دوت كان دخل لي البيت لاين والبيت لاين بار بتاع 1 سيل بس. يعني انا مش بانيبل 16 مع بعض بانيبل 1 منهم واحده منهم. والسنس امبليفاير دوت بيسنس بقى ايه الفرق ما بين البيت لاين والبيت لاين بار وعلى اساسه بيطلع الفاينل اوتبوت تمام. طب احنا دلوقتي قلت ايه ان انا عندي 16 سيل وكل سيل هي عباره عن 1 بت تمام اللي هو الشكل ده. انا قلت ان انا ايه انا عندي 8 بت و8 بت البت الواحده هي سيل. قلت انا هيبقى عندي هنا الاوتبوت بتاع اول 8 بت والاوتبوت بتاع تاني 8 بت وعلى حسب السليكشن لاين الاخير بختار اما 8 بت دول او 8 بت دول تمام كده. وبعد كده خلاص السليكشن. شكرا يا شباب.